السلام عليكم اخوتي، نتمنى تكونوا بخير. المهم ناس يوتيوب اخوتي، والله جا كنحشم راه كنهضر بزاف. المهم اخوتي اليوم قررت ندير برانك للعصام، بما ان عندنا اليوم التورناج وعصام مشى يجيب هيبه صاحبتي وصوفيا مشى يجيب واحد الدري ياسين. المهم هو البرانك ديالي خوتي، وقررنا اليوم نديرو لهم برانك بانه غيجي غيلقاني انا وياه مناقشين وبينا المهم بحال تيضربني. المهم وانا عارفه عصام عزيز عليه، يعني ما يبغيش شي واحد يقيسني، هذه حاجه باينه. ماما ما كتبتها اليوم في الكاميرا كاع صافي. المهم خليكم معاكم مع اخوتي بزاف، حتى كلقت لي ما خوتي. انا اكتيفي دابا الكاميرا، كنتسنى غير عصام يجي اخوتي وصافي وصافي. اجي السود بما ما اجي مابقاش تبعني، واش انا كندير الاكسيون انت تصفق عليه. ماما خوتي لا تعطل اخوتي، غنحبس الكاميرا حيت التليفون يعطي الخاوي من الصرف ديال هاد البرانك. اخوتي نمشي تخوى ليا صارج ولا عدي عتي فين كاين عند صاحب شي عطاك التليفون ولا يزلق راه بالي غادي وكيزلق. ويلي اخوتي المهم سمحوا لي اخوتي واحد دقيقه نقاد التليفون، بقى عاد بقى نقادو عليك، بقى نقاد عليك التليفون. ها صافي شوفوا عبدو واش هكا صافي مزيان. شتك ما قلتيش علو سكوت صافي مقاد صافي مقاد تيبان انا مقاد صافي. دابا المشكل عندك يطيح لينا نبغوا نصايبوه وهو غيكون هنايا صافي. دابا مزيان ضحكتيني راه نبغوا نصايبوه وهو يكون هنايا صافي. دابا اتصال صافي 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 مزيان. انا هي اللي كنصايب، شوف الراجل جالس وانا كنصايب. عز الحكا يلا عاد فهمتني. هذا ماشي مباشر مازال ها مازال راك ما مشيتي تجيب اش داك شحال تجيب الروطه هو انت زاري ما عندي الصا علاش بدلتي الكود بلا ما تقوليها لي؟ واش انت غتشد الكود باش تقولي انا كنعطيه لك كامل تقلبو ما تنهضرش معاك. واش راه سبعين تليفون هذا؟ المهم انا هضرت معاك غير دابا نحل نقلب ندير مول شو. عصام خلص راسك اخويا الله يحفظك. ما تبغيش تخليه قلبو يلاه هذا قلبو راه قلبو ما ضربهاش. يلاه قلبو. احلي. ها هو. ما كانش غنشوف تقش بوحد عليا وانا نكمل عليك. شو اصاحبي شوف انا ماشي صبي قدام راه مريض انت اللي يرزني سا مريض اصاحبي. عيا صاحبي تخلص فوق راسك بيني وبين انت بما تعرف راس صاحبي يا صاحبي. ما تضرب واش انت مريض شويه بيني وبين ما تضربهاش اصاحبي علاش ضاربها انت صاحبي بيني وبين انا راه قدام راه تموت تموت سوقي فيها سير اصاحبي انا تبرج الله انا نهرب قطعتي النهي المكان اصاحبي تبرج الخلاوي هذا اللي يرزين اش قلت لك قول ها كيما فيه والو ولا تقلت لك قلنا تقول انا اصاحبي 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 واش انت راجل باش نديك شي كدير ليا انت راجل انت راجل انت هيا ثاني في الدين صافي شي معايا يوم ماشي خليني نحتارمك وانا خليني نحتارمك راه الان باقي تاني مرق منك راه عزيز عليا اي واحد يقاس نرونا معاه نوصل انا وياك فين ما بغيتش انت عارف هادشي
واش تصاحب شي دابا ما بقاش شي زيزالي واش تصاحب شي واش محمد انت مصاحب معايا يومين جيت تقول عليا صاحب شي ما فهمتكش اخويا انت راك واكل شي لعبه ولا شي صاحبي انا كنخليك صاحب شي كان صاحب شي واش زيزالي كنت بغيها ما تضربهاش مش ما طاش عليها يدك ما بقاش شامبو ولا تخسر اي واحد شي ما طايش ديالها البنت اي نهضر خليني نهضر ورد لها هذا الهضره ما تضرب علاش تضربها ما تضرب اي على الطرف واش هي عندك اجا ضربها زوينه هادو ولا شي زوينه ها هو اصلا شكون كيصوني ها ماشي شغل ما انا شكون كيصوني ما تضربهاش صاحبي ما تضربهاش واش مريض انت صاحبي بقاش تضربنا يا سما ما تضربهاش صاحبي راه ما كيصوني عليك الدراري صافي هبا دخلي سوق راسك حتى شي ما تبقاش مرضان تو اسمعي حتى انت ملي رزين شي سماسه ما تحبش تدير بحال هكا اصاحبي ما شو دابا يوجهك يعني شو وجهك؟ اه المحنة جاتك المحنة عليها ما عمرني ما ضربنيش ما كنت وقفت قلت لك مالك اسير اسا باش تضربها واش انت مني شي جمله صاحبي ضربها يا اجا وضرب سالح عندك ضرب ضربني انت توكلني بعد مني وانا نوكلك ونشربك ونضربك من الفوق مالك لا تسوق فين نمشي في حالاتي انا يا ديت برايس هذا انا معيط اصلا غير معيط اش ما بغيتش ابغيت نشوف شكون هذاك اللي صوني عليك انا دابا نشوف هذاك لي زين باقي حتى نحترمك صافي نمشي وجهك انا نمشي فحالك نمشي بحالك ما كاينش خروج برا والله خلينا ولا غنضربك على الدور ما نقاص ما تمشي انت تسقط عليه الجاكيطه غنسقاو شي ما تمشيش برا ولا ما تخرجش ما تخرجش ما تخرجش ماكم جوج ما تخرجش ما تبقاش تهضر الهضره ما تخرجش عاصا صافي هنينا ما تخرجيش صافي نسيتي ما تحرك يا نضرب عافاك الله يسهل عليك صافي معايا انا اللي راسي بحالي بحال اش داك الشقر على الاوليات كنحتارمك يا عصام كنحتارمك وما كنتش كنحتارمك كون على كايا كون ما كنتش تدخل تضرب شرب سباب كلو كيضربوني بالسباب صاحبي انا صاحبي سباب كلو كيضربوني عصام ما تبقاش تمرك حيت قدامي ما تبقاش تضرب علاش ضرب هذا هادشي كامل علاش بابا ولات تنضرب بتصرفة بسبابة صافي ما تبقاش تضر بيا صافي ما تبقاش تهوس دوي شو الناس كانوا ماشي يتفرجوا فيا لحد الان اللي يرزيني باقي مبرر ما بغاش تخرج من الفوق فين باغا تخرج فين تخرج واش انت جوج بيا قتلها قتلها دابا قتلها ربي انك هاي وقيصه تخسر الموبيل لا وقيصه قيصه تخرج راه وقيصه كنمرق منك عصام كول عندك الصندوق خلينا نقول له صافي خلينا نسمع طال ديال امك فيك نحنا عاد شنو يلا ضرب يلاه نسميك راه نضرب خير اصاحبي بعد من الناس من الضرب واش تاهل الضرب اصاحبي سميك راجل ضرب يلا نمشي يلا نمشي سميك راجل باش مش بيني لا خرجي يلا بيني لا خرجي شتي كاصاحبي واش خويا عيط لي انا ما تخرجش نمشي في حالات اللي سهل عليك لا ما جاش انت تضربو انا شي انا بس الله يسهل عليك عندي الصول علاش دابا هي علاش هادشي ما شفت التليفون قدامك قالك لك واش دابا كتسب جاني نيشان او قال سفيان جا ماكو والو هاد البراوش نسى واش يقتل في روعه اش كضرب انت نسى واش يقتل فيه اش كضرب يكون مش الله يدير لا سميش كاسان دوره اطلق من الناس وفي انا في ما شنو ما صح دوره 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 ما ما صح حيد السنه وما تديني شي دوره كون سوفيا نصا واش كون صاحب بنت يا واه يا رب اعطيني هنا 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 اعطيني ه
تفرجت الفيلم كامل اللي واقع هنا و تقول لي ما عارفش انت ما عارف راسك ما فهمتيش لقيتو هذا تمشي تضرب فيه سيونك عاد قلت لهم شنو قالك حتى غير على شي واحد لا لا شو هذا كنقول لك ما تقش ما تقش ما تقش تشوت صافي 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 شوف الراجل خليوني نمشي بحالي دابا ونبين لكم هاد البسالة هادي دورت الشغل اللي تدوروا كتعب ما والو لا 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 عيسى ما صاحبي راه عيسى تصرف على عيسى ما صاحبي تصرف على صاحبي تقدر على صاحبي باش نشوف صافي 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 لا نضربك لا صاحبي السمراه شوفي ما غلطت الكنيز لا خرجت من ديك الدار سدك الباب نشلي في عيني دابا الدور ديروا اللي بغيتو دابا اليوم انا نوريك كيف جلس كيفاش جلس غادي دير الشغل جلس اضرب شويه كلشي خليني شتي دابا شنو درتي لنا وما ما كيضربني وصوفيا وتعلقيني سير بعدين مني تعلقها يا بنت الكلب عنقها بيني لما ندخل في مك دابا طالع هاي هني دابا يمدك الشيء باش نمشي بحالي بالراجل و نكون مساله كامله درتو معايا اليوم قلت لك انا شي واحد ما تقدرش دير الشو والله ما شوف امك عمر بالدمره غنزيد نجي والله لا شي واحد قول تقدر الشو غير الحجيره خلي امك تشوف شو انا شو سبعها امي امي كيسير في الدم شنو ربي خصني نكمل على امه امك ولا ضربه كيفاش علاش ضربه ما تضربهاش و نضربها انت ما تصاحبيش معاه دابا سميه هضره بالعقل تسيب تقاتلوها صافي والربان تخمر معاك والو بحالك انت دابا دير باش نهضر معاكم داروا لي الوسط داروا اللي بغا داروا في الوسط دورتوني ما صافي انا دابا هذا شي واحد يعقل واه كاين داك الصربيق هذا انا كيتشاير ما فهمت والو ابرو على دين امك يصبر انا وليت انا الفقلي شوف اللي يرزني اخو شغلك شي كاسق في الحيط وتقيسه خليني دابا شي هي اليوم هادشي اليوم هادشي القناطره ولا ما تبقاش تمشي انت بعدين ما في الطريق ونشوه وتبعد شفتي تكونوا مع هذيك الساعه نشوم وتبعد انا دورت انا وربي عيني اصلا بالعالي دير لها هاد الفخ جيبها لي للدار باش تلاقاو عليه وانت يا
سيبك للدار انت يا عقلي اختي هبة هادي هي كتبغيك راه وعاء وهدا ولا ضرا تمشي معاها اسكتي تمشي معاها تمشي معاها يا اخي خويا خويا انا راه ما عنديش الوقت وما نساليش لا تخرب هكا ما تخرجش ما تخرجش هادي ما تخرجش ولا زيد لي باك انا من الدار ما صار معايا باش نجي معاها تخرجي معاها ما تخرجش منين راه الناس انا خويا مشي فحالك وقلت اصاحبي هاتي في حالات كنت كرونا دابا قلت لها عصام اصاحبي كرونا عقل عليها سوفيا انت يا عقل اش عقل عليها هذا الموت شنو يزني في امي مشغرفه قلت لها بلي هذا الشيء راه بسبب هذا الشيء لا لا اللي رزنت غادي نزيدو غنقتلو وتا بقيت كنتكلم الموت حتى الموت حتى الموت معاكم انا دابا ضربتوني ضربتوني درتو يديك الكلب انت عقل الله يرزنت هنا انا هضرت معاك الله يرزنت انا نجيب قال لك يصلى دا سوفيا اصاحبي واش نتقوا عليك هو ندخل كنت وياه الباش نخلي امك انت وياه تما سوفيا يصلى خليني صابر خيا بيتي فتحتي لي من عليا من درتي هاد اللقطه واش كتضربوا لي يا صاحبي واش فيك من النفس اصاحبي وانت صاحبي كنتي شايفه هادي راه شي حاجه شنو داير اختك واش انت هذيك عاد دابا نضرب حنا بالعقل ما نضربكش ما نضربكش كي ساق وسط فيها ما عرفتش هذيك ماما خوها بواها خوها مشات لك وداش بدل لك ودرا ما جاو كاين التحاميه الكود واش خاطبها اه خاطبها وكان بغاها وما كانش بغاها ما نديرلهاش هكا سنيتك اخويا سنيتو هادشي دوي وليتي كتقولي خويا وكتقول يا لا صاحبي راك مديت الرومي ما قلت لك سوف سبع ايش شو الله يسهل عليك سير عاود راسك باش ما تقدر تقول لي خويا ما يلوم يجي حتى شي واحد انا ما يفكر حتى شي واحد انا ضروا لهم كامل هنا يلا هذا يحكم الحال كتقول لي خويا من الفار انا اخرج اخويا اخرج بحالك الله يرحمك الوالد زري عليا خويا ايوا هني زري عليا شي ما فيش ديمك حتى النفس واش نبدا نضرب انا نفكر نفهمو المهم ما نفهم والو انت دخلتي بديتي كضرب فيها صاحبي نضرب ديمك زيدو تاهو تزيدو معاكم تقتلوني وما نموت عندي سبعه ديال الرواح خويا اش راه اش في الكود ما درناش على تليفوني خمس ما تشديتش يلا ما شديتش التليفون ما شديتش عطاه التليفون ما شديتش ما شديتش ما شديتش خلوني هنا نموت لامك انت انا هنا ما تقدرش تغوت وما تقدرش دير بحال شي مسعر ما تقدرش تغوت دير بحال الكلب بحال الدري واعق هاد الشدي ما غنضرب فيه امي غنضرب فيه وحيد اش يضربك كتبوا لي يا صاحبي عشيري انا عارف هذا الشيء اللي غادي يضرب ديك عشيرك وغيضرب اخويا يلا نمشي لا صاحبي ديك كامله دمبارك كنتي شي صاحبي ولا حشومه صاحبي ولا حشومه بروح صافي واش ما تمشيش ما تمشيش باقا هي انت هي كتبغي واش تفرقوني على شي كتبغينا بالله يا صاحبي كتبغيه شنو كتبغاه لا خلاص واش غادي باش عندك خلي مد براسك ما يهضر راسك ما يهضر راسك ما يهضر راسك ما صاحبي حنا قاعدين كنهضروا حنا اللي صافي غير شديني بعدين منك شحال غتمشي وليت قتلك بالله انا اخويا مشي سوفيا قلت له تاع عصام صاحبي عصام قلت له تاع صاحبي قلت له تاع عصام غادي نمشي نشوف هذا الشيء نو شنو بغيتي ديرو في الساعه مثلا حما ما تشرج غير زين هذه خصها تموت بالله ولي ولي البرد مثلا شي حاجه ولا واحد شوف 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 طلع داك الكلب ما يزيدش على الصوت ديال امي ما تسمعني عيسى صحك كنخاف من الكلاب ولا شنو ما تقلقش غير شي غوش راه باقي لحد الان تسمع على داك الكلاب ما تقلقش غير شي غوش اصاحبي واحد من نتا تضيع ليا ما ديرو امك ما ضيع ليا خايفه ما يضربوك ما ضيع ليا فغادي ما تشوفو حقك اجي 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 بغيناكم اصاحبي سفيان سفيان هي بجري سفيان اخي
ماشي بحال هادشي. الجيران طلع عندنا دابا كيقول علينا الجيران ديالهم صافي بوطا لا 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 ماشي طلع عندي بوليس جاي حيد حيد بوطا ديال امي الجيران طلع عندي انا خرج عليا من الدار لا ها بغينا نخرج والله ما نخرج حتى تخرج معايا راهو يلا نخرج لا ما نخرج مازال باغا تجلسي أولا مازال باغا تجلسي يلا تخرج يلا نمشيو بحال يلا زيد قدام عيسان اشهر انا غنقتل شي واحد حي ويحيد ويا غباك غباك غنضربك غنضربك حيدك غيبراك اصاحبي اجلس فرب الكاميرا فرب الكاميرا تقول لي فران قول لي فران جبدها جبدها هاي هاي الكاميرا سير جبد جبد اصاحبي غيبراك اصاحبي انت غيبراك يا اخي عصام دايز عواس رواني قلب الكاميرا قلب الكاميرا وما كتقلبش لا قلبها هكا بلا ما حس فيا شاش هو صافي اخيكم برانك علاش نطلعوا دابا قالت لي اخويا ندير لهم برانك انا ما بغيت ندير لهم برانك قالت لي نديروا للدراري برانك لا ندير معاكم برانك عرفت انا ما كندير لا برانك عندك الفم داك ضرني اخويا انا راسي ضرني جيب لي شي كاين ضرس ليا زين جدا انا يا عصام قطع ليك الكاميرا الله يسلمك قبل تشوف البرانك طالع